البنات هنا ملي ديتها رجعت باش درت الغدا كيف ما كتشوفوا هنايا، درت شويه ديال الكبده والقلب، خديت واحد نص كيلو. هانتوما البنات انا باقي، انا كيعجبني الصراحه في الطاجين، ولكن درتو غير في قويميله خليه طيب على خاطرو. وهنا البنات درت واحد بطاطا، هادي كتجي هادي فكرت لي وحايل كتجي سهله وسريعه. هادي البنات كناخد بطاطا كنقطعها كندير لها زويته وشويه ديال البزار شويه الملحه وكنسد عليها، كتجي زوينه هكا باش بغيتي ديروها مرافقه هكا شي هكا كفيته مع ماطيشه ولا شي حاجه. هانتوما البنات عرفتي جات زوينه، ودرت ليها الحامض ودرت ليها هذا الثومه والربيه، راكم عارفين الكبده كتبغي الثومه والربيه صافي. المهم لا زدتيش ليضه، الا حداقيت شويه ما زدتيش ليضه، هو هذاك ما زدتهاش غادي نخلي غير هذا. غنشارك معكم البنات دابا هما ماشي كوموند وحده، هما بزاف، كل مره كتوصلني حاجه جوج حاجه جوج، وكنخليهم حتى كنجمعهم لكم هكا في فيديو بالنسبه للبنات اللي كيعجبهم الفيديوهات ديال المشتريات. اكيد راه هادشي ماشي كلشي كما قلت لكم في مره واحده، بحال هاد الكوموند وصلوني فيها القراعي، وصلني فيها ديك البواطه ديال لانش بوكس، داك السويك حتى هو، عاوتاني من بعد وصلتني حاجه اخرى. يعني كل مره شنو كنكوموندي، اول حاجه البنات خديت هاد القرعه هادي كتهز جوج لتر، هادي كما قلت لكم البنات خديتها ليا انا، وخديت وحدين اخرين راه ما صورتهمش معاكم، هادوك ديال في اللون ديال في الزرق والكحل، هادوك خداهم مول الدار. هادو البنات خديت انا قرعه، وخداو بناتي تا هما قرعه لوحده، راه كانوا شي وحدين اخرين ما كنهزوهم ما صورتهمش معاكم. زوين البنات هادو المدرسه كينفعوا، وهانتوما ساهلين للوليدات دغيا يحلوهم، وما كيديروش الريحه، يعني واخا كديري فيهم الماء او العصير او اي حاجه ما كيديروش الريحه. صافي البنات، وخديت هاد البواطه هادي على حساب الغداء ديال لوجين، فيها جوج، فيها داك لتحت وفيها كتجي معها معلقه وفرشيطه. وبالنسبه لهادي هادي البنات بوحدها خديتها بوحدها، هادي غير هكا الا كانت غدير فيها حتى داك الموت ولا شي حاجه اللي كتكون هكا ماضيه كتحافظ عليها. هادي كيما قلت لكم خديتها بوحدها. وبالنسبه لهاد البواطه هانتوما كيجي فيها هاد التحت بوحدو، وكيجي فيها الفوق كندير فيها كديسير اولا، المهم مقسمه زوينه وكتسد مزيان. وهنا خديت لها هاد السويك هذا، انا هادو هما اللي كنفضل في الماكله، ما كيعجبونيش هادوك اللي كنت شاركت معكم ديال الكرطه، بهذاك قليل في كندي ليها. هادي البنات واخا كيبان لكم صغير، شتو كيفاش داير من الداخل، هادو البنات كيحافظوا على الماكله. هانتوما غتشوفوا غندير فيه هاد البواطه وندير فيه القرعه، ومازال يهز باقي تما اللي غيهز جوج قراعي اخرين، مع ان القرعه كتهز 800 ملي يعني كبيره. صافي البنات كيف ما قلت لكم، لان انا كندي ليها الفطور كياكلوا مع ديك العشرة، وكندي ليها الغداء مع 12، شي مره كنطيب لها في الصباح، شي مره كنجلس حتى ل 11 ونص وكندي ليها الغداء، لان كيما قلت لكم ليكول قريبه ليا. هادشي اللي كاين البنات، وغادي نشارك معكم شنو باقي. هاد الصاك هذا البنات زوين، هذا اي وحده خص يكون عندها بحال هادو، راه ماشي بالضروره تاخذهم من شيئين، راه متوفرين في الاسواق. هادو شوفوا البنات كيفاش كيكونوا مجموعين في داك البزيطين، كيفاش كتكوني خارجه، هما هادو ديال هما كيجيو امبيرميابل يعني ما كيفزقو ما والو، وتقدر ديهم للبحر، تقدر ديهم للحمام، تسخري بيهم يعني متعددي الاستعمالات. انا البنات هكا فاش كنبغي نتسخر ضروري ولا كنكون خارجه كنهزو هكا في يدي، لان شي مرات كتبغي تشري شي حاجه كتصادفي معاها ولا كتفكري شي حاجه في التقضيه، هذا هانتوما صغير وفي نفس الوقت قاضي الغرض. هادو البنات زوينين، فيهم الاعشاب، شتو البنات فيهم اللصقه وفيهم دوك الاعشاب، كديريهم في الرجل، كديريهم في التحت ديال الرجل، راه شتو الصوره موضحه لكم كلشي. صافي ديروهم بالليل وكتخلوهم 8 السوايع، يعني كتخلوهم حتى الصباح، فاش كتنوضوا الصباح كتلقاو ديك العشوب فزقوا، ودخلوا مع الرجل ديالكم كيحيدوا العيا، يعني زوين البنات هادو. شتو كتحيدوا هاد اللصقه هادي، وكديروا داك الساشيه ديال الاعشاب تحت من الرجل ديالكم، ديك البلاصه اللي كيتجمع فيها العيا، وكتلصقوهم. راه كيجيو يمكن فيهم شي 10، كل ساشيه فيها جوج. وهنا خديت هاد هو علاش بينوار، ولكن كيجي بحال هكا واحد الفويطه، هي الفويطه ديالو رقيقه ولكن زوينه. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا، هادي واقيلا خديتها بشي 40 درهم. وهنا خديت واحد هنا خديت واحد المرايه صغيره، هادي هكا الا كنتي بغيتي تهزيها معاك في الصاك ما بغاتش كاع تحل. ها هي البنات زوينه، والديكور ديالها زوين كيف ما كتشوفوا. هادي خديتها يمكن بشي 10 دراهم، واقيلا بشي 10 دراهم باش خديتها.
باش عجبتني صغيره يعني تقدري تهزيها معاك في الصاك. وخديت واحد الروج اليفغ هذا البنات من شيكلام، صراحه هذه الماركه هذه راه غنيه عن التعريف وزوين هذا الروج اليفغ هذا، واخا لا كولور ديالو شويه انتوما يعني ما اي مناسبات هكا ولا غادي في الدار ديالك الاعياد شي حاجه بحال هكا، اما بالنسبه ل يعني ديريه بشكل يومي ولكن في الدار، اما هاد اللون انا كيجيني زعما شويه باش تخرجي به ولا كل نهار كيجي شويه معيق. وهنا كاين هاد الايلاينر، ياك اختي الايلاينر انا عرفتي ما بيني وبين الماكياج الخير والاحسان مانيش معاه بزاف، غير كان شي حوايج هكا اللي كناخذ. هذا البنات باش زوين مقاوم للماء يعني واخا كتغسلي وجهك تيبقى صافي البنات. وهنايا نشوفوا اسير نسى هاد المشتريات حطيتهم حتى صافي نسيتهم ما بقيت كاع عقل عليهم. انا البنات هاد المجموعه هادي زوينه فيها بزاف كما كتشوفوا ديال المشيطات. اول حاجه هي هاد المشيطه تشوفوها عوجه شدتها لوجين وبقات كتلويها في شعرها حتى حيدناها غير بالمقص. وكاينه هادي صراحه كت الا بغيتي ديري فيها شي زيت اولا الماء ديال الشعر عرفتي كترش بواحد القوه زوينه. وكاين هاد المشيطات هادو كيجيو هكا منوعين، هادي الا بغيتي ديرو بها داك المثبت ديال الشعر اللي كيجي على شكل كريمه، كاين هاد الفلايل هادو وكاين هادوك المشيطات وكاينه هادي كاين هاد البيندا وكاين هذيك المشيطه البنات ماشي مشيطه هادي هادي زوينه البنات هكا كديرو بها مساج للفروه ديال الراس ديالكم حتى ديك الدوره الدمويه ديال الراس ديالكم كتحسوا بواحد الراحه ملي كتبقاو تمصيو بها راسكم. وكاينه هادي حتى هي صافي هادشي اللي كاين في هاد المجموعه. وهنا البنات كاين هادي غتشوفوها غتعرفوها اش غنقول لها. المهم هاد كتبرد القديمات كترجعهم زوينين، ولا حتى الناس اللي عندهم مسمار الكيف اللي كيعانيو داك مسمار الكيف كيدير واحد الجلده غليظه كديروها البنات شتو كتخدم بالضو كتشارجو كتبقى تخدم عرفتي راه كتحيد هكا كيبقى داكشي بحال الفورس كيحيد من رجليكم. هادي البنات واقيلا كنت خديتها بشي 50 درهم ولا معرفتش شي 56 درهم، راه كتشارجو فيها جوج ديال الريوس، فيها هذا رقيق وفيها الاخر داك الكحل اللي شتو راه غليظ وكيجي معاها الشارجور ديالها. وخديتها البنات هنايا هاد الشعر المستعار اختي اللي ما عندها، هادي الشعر المستعار هي اللي ما عندها اللي ما عندها اختي شعر تسلفو. وبما انني درت واحد الكارثه في شعري الناس حيدت شعري يعني قطعت واحد الكاريه قصيره يعني شعري بزز باش كيتجمع لان كنت درت البروتين وعاودتو الصبيغ صافي دابا داكشي كلشي المتضرر حيدته. وانا ناخذ هذا في اللون ديال شعري لاني انا شعري في الكحل خديت هذا البنات هكا مره مره اللي توحشت الشعر الطويل. صراحه البنات راه الشعر عندهم زوين بحال طبيعي. وخديت هذا الصابون هذا داك المره كنت خديت معكم معطر، هذا البنات ثلاثه في واحد فيه معقم وصابون ومعطر فيه ثلاثه في صاشيه واحده. انا هذو البنات كنفضل انني نديرهم غير تعطير صافي البنات. شنو مازال عندي فداك السويك؟ عندي هاد الصاك هذا كيجي التوب ديالو بحال الجين. ها هو البنات هذا كيتصبن وكلشي. وكيف ما كنقول لكم دائما البنات مرحبا بجميع طلبياتكم، اللي بغات اي طلبيه من شيئين دخل عندي للصفحه ديالي على التيك توك دير عالم بسيط مع ناديه وتصيفط ليا، واللي بغات شي طلبيه ان شاء الله مرحبا راه كنجيب لي كوموند من شيئين. وهنا البنات خديت اختي هاد البيجامات هادي وحده ليا وحده لراجلي بحال هادو كما كتشوفوا. هنا راه كان رجلي لابسها غادي نبدا نقاد ليها في دوك الكميمات حيت جاتو شويه كبيره، هو خديت ليه ال الام وانا خديت ال، انا ال جاتني هي هذيك صافي البنات. هادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا، بغيت نطلع عليكم فيديو خفيف ظريف، المهم كنبغيش نغبر عليكم. اللهم نحط لكم هاد الفيديوهات هادو فاش يكون شي روتين راه غنشاركو معاكم. هادشي اللي كاين البنات وغنقول لكم السلام عليكم وتهلاو ليا في ريسكم الفيديو اخر ان شاء الله باذن الله.